أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أهم أخبار الاقتصاد. كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علي المشكور عن تكبد العراق خسائر تصل إلى 12 تريليون دينار سنويا من جراء جولة التراخيص. وقال المشكور إن عقود جولات التراخيص ضبابية وتشكل بيئة طاردة للاستثمار في العراق، مبينا أن جولات التراخيص عبارة عن عقود إدعان وهي خاطئة سواء في التنفيذ أو التخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد منها أكثر من 10%، فضلا عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط. وأوضح النائب أن العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، مما رفع معدلات الإصابة بأمراض السرطان والأمراض التنفسية. أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة ارتفعت إلى 32 مصفاتا في غضون شهر أيار من العام الحالي. وقد أظهرت الإدارة أن صادرات العراق النفطية في المصافي الصينية المستقلة وصلت إلى 3,736,000 برميل، مقارنة بشهر نيسان من العام نفسه إذ بلغت 994,000 برميل. وأضافت الإدارة أن العراق احتل المرتبة الثامنة من بين العشرة الكبار المصدرة النفط إلى المصافي الصينية بعد أن خرج منها في شهر نيسان الماضي. ذكرت رابطة مصائد الأسماك والمنتجات الحيوانية التركية أن العراق يعد ثاني أكبر مستورد لمنتجات الألبان في العام 2021. وأضافت الرابطة أن منتجات الألبان التركية احتلت المرتبة الأولى من بين المنتجات الحيوانية الأخرى الأكثر تصديراً للعام الماضي 2021، مبيناً أن قيمة صادرات الألبان بلغت 438 مليون دولار في العام الماضي، إذ بلغت قيمة استيراد العراق 60 مليون دولار ونصف المليون، ثم الجزائر بقيمة 57 مليون دولار. يذكر أن العراق يستورد معظم المنتجات والسلع من دول الجوار، ولا سيما تركيا وإيران، وبنسب أقل من دول الخليج العربي والأردن وسوريا. صعدت نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 15% و13 درجة في شهر أيار الماضي. وقد ذكر الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أن التضخم السنوي في شهر أيار ارتفع وازداد من 14% و19 درجة في شهر نيسان إلى 15% و13 درجة في المئة في شهر أيار. ارتفعت أيضا أسعار المستهلك 19 درجة في المئة في شهر أيار مقارنة ب14 درجة في المئة من الشهر الماضي. وتواجه الحكومة والبنك المركزي في مصر مصاعب لكبح جماح الأسعار على الرغم من محاولات البنك المركزي تقليل التضخم بزيادة الفائدة مرتين في غضون الشهر. ذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات البلاد من الحبوب بلغت أكثر من 47 مليون طن، مما يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بالمواسم السابقة، إذ صدرت أوكرانيا ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهرياً قبل الغزو الروسي، لكن الكميات انخفضت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا توقفت شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وأن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع. الآن إلى أسعار العملات والمعادن.
كانت هذه مشاهدينا أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.